السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في قناتكم أجي تعلموا. فيديو اليوم وبإذن الله إن شاء الله غنهضروا فيه على واحد الموضوع اللي مهم جدا، وهو كيفية محاربة التوتر، بضع خطوات باش نحاربوا التوتر. إذا هذا الفيديو هذا اللي بين أيديكم، فيديو اليوم تم اقتراحه من طرف واحد فرد من أفراد عائلة أجي تعلموا. الا بغيتو تكونوا مسؤولين على الفيديو القادم ان شاء الله اللي كاين في الخميس القادم، ما عليكم الا تخليوه في كومونتير وانا ان شاء الله الا عرفت ليه غادي نكون عند الجواب. كنتحطوا في هذا الموقف اللي كنكونوا فيه سعيدين، ثم كنتفكروا بان عندنا اللغه الفرنسيه، عندنا دروس مازال لينا ما حديناهاش، القرايه بشكل عام فشويه كتاثر لينا على المزاج ديالنا. من بعد كنفكروا في انه مازال عندنا امتحان، وهذا الامتحان مازال فيه واحد الماده ديال الاجتماعيات، وكذلك مازال فيه ماده الرياضيات، وناري ناري 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 عليا. ثم كتجيني الفكره ديال انه خاصني نكون في المستوى، بل بغيت نفرح والديا، والطامه الكبرى هي انه عندي الباك داري صافي مشيت فيها. هنا كيزيد التوتر، كيكبر كيكبر واحد الدرجه كبيره جدا، هادشي غير قبل الامتحان. اذا في الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا طرق باش نقدروا نرجعوا نحيدوا هاد الحاله هادي ونرجعوا لهاد الحاله، واخا عندنا هادشي كامل يعني نقدروا نتحكموا فيه ونبقاو هكا باش يكون عندنا مراجعه جيده ونجيبوا نقاط ان شاء الله في المستوى. تابعونا وتابعوا خطوات هاد الفيديو. اول شيء غنهضروا عليه في هذا الفيديو هو الصلاه. الصلاه فوقاش ما حسيتوا براسكم متوترين بزاف مع القرايه وما قادرينش تجيدوا نوضوا صليوا جوج ركعات، لانها كتساعدكم على الاسترخاء وتبداو بنفس جديده، وعلاش لا ما ديروا شي دعوه تكون مقبوله ان شاء الله. حاجة كضرني في راسي ما نخليهاش علقة، بل نكتبها في واحد الورقة. مثلا بحالاش، مثلا نقدر نتحط في واحد الوضعية، انا كنراجع المادة الاجتماعيات وشوية كيجيني في الراس واحد الصوت كيقول لي ناري مازال ما خدمتي الفلسفة، ناري مازال خاصك تمني فلان فلاني في الرياضيات. فأي حاجة جاتني وكتخربش لي هذاك يعني الدراسة اللي كنديرها نكتبها قدامي، مثلا في ورقة بيضاء أو لا في أجندة. فهالطريقة هذه كتخليكم أن كاع هذوك الباغازيت اللي كيخليكم ما تركزوش في الدراسة ديالكم كيمشيو، وبالتالي فغتركز في الدرس اللي كتخدموا دابا، ومن بعد غتشوف هذاك الشيء اللي كيبرزدك وتعرف وتمشي تخدمه وتعطي ليه وقته ان شاء الله. اذا باش نوصل للهدف ديالي اللي هو بالنسبه لنا الباك، خاصني ندوز من عده درجات، يعني نقسم الهدف ديالي اللي هو الباك لعده درجات باش نوصل ليه بشويه عليا. فاول حاجه نقدر نديرها مثلا هي ننظم وقتي جيدا، ثم مثلا ثاني حاجه هي نبدا نراجع، من بعد خصني ضروري نثق في راسي لانه هي غادي تزيدني، واخيرا وليس اخيرا نفرح بكل ماده ساليتها كل درس خدمته باش نثق في راسي. فمثلا هادو بضع خطوات باش نوصل للهدف ديالي، فكل واحد يقدر يدير هذا السلم ديالو. رسموا السلم ديالكم، وضعوا الهدف ديالكم اللي ربما يكون باك ربما يكون اي حاجه اخرى، وقسموه لعده خطوات او لاهداف صغرى باش نقدر نوصل للهدف الاكبر. لانه مهما خليت الهدف ديالي كومبلكس يعني مركب وما يعني ما مقسمتوش غادي يجيني اصعب. اذا هذه الطريقه هذه غتنفعكم بزاف ان شاء الله. رابع حاجه غنهضروا عليها هي نشجع راسي. اذا في هذا
الفكره هذه خصني نبدا نبتكر. فانا كنقترح عليكم واحد دي اي واي غنوريه لكم دابا. فالموقع اللي غنستخدمه هو بينتريست، هذا موقع كنخدمه بزاف. اذا كما كتشوفوا راني كنكتب في لاباغ دو ريشيرش عبارات عن التشجيع، وهنا كاينين بزاف ديال الصور فيهم عبارات تشجيعيه جميله جدا جدا. فانا دابا غادي ندخل مثلا المواقف الصعبه تبني الاشخاص الاقوياء، يعني شي كلمات اللي فريمون كتشجعك. فها انا سيفيت هذيك لا فوتو، وهنا يعني كاين بزاف ديال عبارات تشجيعيه. فانا كنخدم بزاف 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 هذا الموقع لانه كيعاونني بزاف بزاف صراحه. داكشي باش قلت علاش ما نبارطاجي معكم. اذا كما كتشوفوا نفس الشيء كنقلب، وكل مره كيكون جديد، وكان كان تيليشارجي هذوك الصور. ودابا غنوريكم كيفاش غادي ندير ليهم، لان هاني سجلت هذه الصوره. فمثلا كما كتشوفوا كتبتهم في اوراق صغيره ولصقتهم في الحائط اللي انفاس البيرو ديالي. ففوقاش ما كنحس براسي متوتره وما قدرش نسالي، انفو كنقرا يو هاف وات ات تيكس صافي كندير، ولا يو كان. يعني هادشي فيه ابتكارات ربما تقدروا ديروا نتوما باشكال اخرى. المهم تبتكروا شي حاجه اللي تعاونكم باش تغلبوا على ديك الحاله اللي تقدروا تدخلوا فيها مع التوتر. خامس حاجه نقدروا نهضروا عليها وهي اهم حاجه، هي نظم وقتي. نخلي في اليوم وقت مخصص للدراسه باش يبقى ليا وقت نقدر نديره للراحه، ونقدر نديره ايضا لمسؤوليات اللي كتكون على العاتق ديالي. بالنسبه لتنظيم الوقت، فانا عندي يوميه كما كتشوفوا، هذه اليوميه اللي كنظم فيها وقتي. اذا دابا هزوا ورقه وستيلو، يلا انا كنتسناكم، يلا 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 هزوا ورقه وستيلو. اذا ماشي ضروري تكون عندكم يوميه باش تنظموا وقتكم، اذا ما كاينش لاش ديروا بها. يعني السبه ما كانش عندي، فهزوا غير ورقه بيضاء كتبوا فيها الايام ديال الاسبوع ديالكم، ويلا دابا ديروا هذا الشيء. وشوفوا المواد اللي مازال ما قصتوها واللي يلا بغيتوا تبداوها، ووزعوها على هذا الاسبوع هذا، بحيث ان مثلا جوج دروس مثلا ديال الماده غنخدمهم في الصباح، جوج دروس ماده اخرى في الليل، على حسب نتوما شنو كيعجبكم. واش تخدم واحد الماده، ولا انا شنو كنت كنخدم، كندير جوج مواد في نفس الوقت. فمثلا جوج دروس ولا درس واحد الماده في الصباح ودرس واحد الماده في العشيه وزائد التمارين، نكتبهم ماشي نخليهم غير في راسي، نكتبهم باش نقدر نطبق. اذا هذا الشيء ديروه على الاسبوع كامل، وكل اسبوع ديروا نفس هذا الشيء. فإلا ما كانت عندكم يومية، استخدموا غير ورقة بيضاء ورقة دفتر اللي كان. المهم يكون وقت منظم، وإن شاء الله إن شاء الله غتنفعكم هالطريقة بزاف.